ما معنى خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله؟ معناه أنهم تظهر عليهم علامات العبادة، علامات الخير، فإذا رآهم الرائي فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى برؤيتهم لما يظهر عليهم من علامات الطاعة، فهم يذكرونه بالله عز وجل ويؤثرون في قلبه وفي رؤيته خشية لله، لأنهم قدوة صالحة فيتأثر بهم. نعم.